ورجعنا نتواصل معكم مرة ثانية في برنامج صباح الخير يا كويت، وساعتنا الثالثة والأخيرة اللي دائما تكثر فيها اللقاءات الجميلة الحلوة من بعد العالم. هذا الصباح فعلاً لنا جولة اليوم، وهذا ها فعلا جولاتنا الجميلة دائما تحلى مع ضيوفنا اللي ينورونا ويشرفونا بالاستديو. دائما هناك حديث للساعة وحديث أيضا للساحة نفسها والساعة مع ضيوف يحلون علينا حتى ينورونا بهذه المعلومات والأحداث الجميلة. وين بنروح من عندنا؟ أنا راح أقول لك الحين يا غادة، طبعا كثير من الشباب يبحثون عن فرصة، خصوصا الطلبة، فرصة مشروع صيفي ناجح يستثمرون وقتهم يحققون أرباح من خلاله. يعتبرون فصل الصيف بداية جيدة، إنزين، ويعتبر فصل الصيف بداية جيدة للعديد من المشاريع، خاصة لتكون إي فيرمز أو غيرها، أشياء معتمدة على منصات السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي، أو حتى خلونا نقول الإي فيرمز المعتمدة على الويب سايتس أو غيره. وبحث الشباب عن مشاريع ناجحة في الصيف ما يتعلق بطلبة الجامعة بس، ولا يتعلق الموضوع هذا بالعديد من الشباب المستثمرين اللي يسعون أيضا للاستثمار في مشاريع ناجحة في الصيف. اليوم بدلياتي وايد غادرة. إيه مستعجل تبي تروح للحدث؟ أنا بروح للحدث لأن أنا خريج ماركتينج وماس ميديا، وضيفتنا يعني إنسانة عزيزة على قلوبنا، وعندها من هذا الكم ومن هذا المخزون الجميل بإذن الله اللي راح نستسقي منها. أكيد، عشان كذي راح يكون الحديث أكثر من خلال هذا الموضوع. يسعدنا استضافة الأستاذ آسيا الصعيليك، استشارية تسويق ومبيعات وسيدة أعمال كويتية ومؤسس لنادي خاص لسيدات الأعمال والمهنيات. حياك الله والساعة المباركة وشرفتينا. أهلا أهلا حبيبتي، أهلا وسهلا فيكم. والموضوع صيف يعني حماس. صيف وحماس ونبي نستغل بطريقة فلوس. البيزات حلوة صح، زين، والدينار على قولتهم عزيز مثل ما يقولون، خاصة فترة الصيف والواحد يحاول شلون يستثمر بهذه الفترة. أستاذ آسيا، هل يعتبر فصل الصيف توقيت جيد للاستثمار والمشاريع اللي تكون موسمية خلينا نقول؟ طبعا في ناس وايد تفتكر ان الصيف يعني هو موسم الناس يعني تسكر بزنساتها ولا تخفض المبيعات. بالعكس، الصيف وايد جميل اني استغله، خصوصا حق اللي اعمارهم صغيرة. يعني خلينا اضرب لك مثال، رايحين مطعم كذي كوزي يعني صغير، الاونرز بنات كويتيات، وبنتي وايد عاجبها المكان، عمرها 14 سنه، فتقول انا اذا كبرت ودي اشتغل بمطعم كذي. فقلت لها ليش تنطرين لما تكبرين، كلميهم كانوا قاعدين مني. فقالت ها عادي. قلت لها ايه يعني بعلمها على الجراه. انزين، قلت لها شنو بيصير اذا قالوا لا لا. فكلمتهم قالوا اوكي تشتغلين معنا بارت تايم من هاليوم لهاليوم، وبسرعه تشيك بوم على الويكند بلشت، يعني طبعا مراعاة ايام دراستها وبلشت مع على الويكند. حلو. لا تتخيلون شلون، طبعا زادت ثقتها بنفسها، تبارك الله. قامت تدخل الناس حق يعني المطعم، تراويهم المنيو، تقترح عليهم، يعني عاشت الدور. حلو. فهذه الشغلات البسيطه، وطبعا من وراها مردود مادي، يعني هذه الامور وهي 14 سنه، فتخيلوا لين توصل للجامعه ولين تتخرج شنو الخبره اللي راح تكون موجوده عندها. تبارك الله. طبعا هذا انا احب يعني ااكد على الاهالي، شجعوا عيالكم وسوت اذا قال صاحب العمل انه لا والله مكتفين وكذي، بالعكس مره على مره يتجرؤون. هي صدف معاها ان اول مره اضبطت. صح، اضبطت معاها. هذا شيء وايد حلو انك تعطين طفلك الشخصيه من بالبدايه، تسقلينها حتى يشق، خلينا نقول طريقه. اذا بروح معك استاذه آسيا حق المشاريع الناجحه في الصيف، شلون ممكن يستثمرون الطلبة هذا الصيف بمشاريع ناجحة ترد عليهم مردود وتشجعهم؟ أي طبعا احنا كلنا عشنا في بيوت كنا نفتح بقالة دبل زبارة. صح ولا لا؟ يعني التجارة موجودة فينا. الحين الموضوع تطور شوية، مو بقالة. انا اقول فترة الصيف من اجمل الفرص، ان انا خلينا نقول طالب جامعة او طالب ثانوية، في عندنا ثلاث مشاريع حلوه وبسيطه وما لها ابدا ابدا تكلفه اكثر من 100 دينار، اصلا بعضها ممكن تبدين باقل من 100 دينار. شنو هي؟ خل اعرفها. مثلا اذا انا والله احب التصوير، والحين تليفوناتنا هي تعادل قيمه كاميرا، يعني حتى ما له داعي اني انا اشتري كاميرا. صحيح، وتكون بروفيشنال وايد. ايوه، بالتليفون واتعلم التصوير من اليوتيوب او من اي دوره اونلاين، وامارس وبعدين ابدي انا ابيع هذه الاصور حق المشاريع اللي
حابة تستثمر في هذه الصور. فهذا مشروع وايد ما في تكلفة وسهل، واقدر امارسه يعني فريلانسر من اي مكان، او يشغل نفسه الطالب في اشغل نفسه وابدي اتعرف واتعلم التفاوض. هذا واحد. الشيء الثاني توني مساعه قاعده اقول حق واحده من البنات انه في برنامج اسمه كانفا اللي هو يعلم شلون التصميم البوستات والستوريز، واحنا كاصحاب مشاريع صغيره نحتاج ناس فريلانسرز ما يقعدون عندنا بمكاتبنا، يشتغل من البيت. صح. ساعه واحده بالليل، ساعه اثنتين بالليل، اي وقت. انزين عدل لي هالبوست، نزل لي هالمشن، ونزل لي هالدنيا. طبعا ما في تكلفه، يقدر يتعلمه من اليوتيوب، هذا قلنا ما في تكلفه، ويقدر يمارسه من اي مكان، بالشاليه، بالبيت، وين ما كان، وين ما كان. وما في اي التزامات، انا مع صاحب العمل اصمم البوستات واطرش حق صاحب العمل وهو يعني ينزلهم، وهذا مينيمم مينيمم يقدر يحصل الشخص من صاحب العمل 150 دينار، هذا مينيمم. فتخيل اذا انا كطالب وعندي 10 شركات اتعامل معاها، حلو، يطلع لها 1500 بالشهر. ونص بالشهر وايد حلوه. وهذا فعلا احد السكسس ستوريز او قصص النجاح اللي صارت معنا مع واحده من عميلاتنا، كانت مصوره وخذت استشاره انه شلون ازيد مبيعاتي. لا تعلمي كانفا، انت رايحه تصورين حق البنت مشروعها مثلا كوكيز ولا ورق عنب، قولي لا اصور لك واسمم لك البوستات. حلو. زي القطيحه. اي بالضبط. فكانت تروح تصور 30 صوره حق المنتج. حلو. ال 30 صوره هذه تكفيها 30 يوم. صح. فقامت بالاضافه الى التصوير تصمم البوستات. فأنا لما رديت لها عقب سنة قلت لها تعالي عندنا رحلة أبيك تصورينها، فتقول لي آسيا أنت ما تقدرين على تكلفتي الحين. قلت وي ليش؟ كانت تقول الحين أنا صعدت من 150 ل 200 دينار. حلو. وعندي 10 شركات بحاول أخلصها عشان أن أنا أقدر أقلل، يعني أقلل العدد بس أزيد السعر. فمتخيلين على 150 دينار 10 شركات، هذا 1500. واسم الله عليهم الحين، يعني الطلبة البنات أو الشباب ما شاء الله متطلعين ناحية التكنولوجيا. يس. وعندهم ذوق وعندهم نظرة وعندهم طريقة في التصميم، فهذا يسهل لهم. طبعا طبعا هم ما شاء الله عليهم. أنا وايد وايد، أنا ترى مو من النوع اللي أقول لا هم الصغار وغيرنا وربادية، بالعكس. لا لا لا، شطار شطار. وأنا يعني عندهم الروح الحلوة هذه. إي. وأنا مثلا عندي بنتي راح تدرب دورة تيك توك. حق منه؟ حق الناس اللي كبرنا ما نعرف حق التيك توك. بس نبي نستثمر هذه المنصة حق مشاريعنا. صحيح. فنبي أحد من هذا الجنريشن الصغير. كذلك أحد المشاريع أن أنا أستورد من علي بابا، وهذا يعني منجم. أيه. وتقدرين توصلينها بعدين الى مرحله الاف بي اي، انه ممكن ان انا اي سيل ماي برودكتس على امازون وغيره من هالامور هذه. بالضبط. وايد وايد. واساسا ياخذ المشروع اقل من 100 دينار، انا اقدر اطلب عينه وابيع واحط صوره العينه مثلا، خلينا نقول الشموع. أيه. او ديفيوزرز. أيه. وات ايفر، شنو ما كان. علي بابا منجم، منجم شيء يخرع يعني. أيه. صحيح. واحطه في الموقع مالي واقول اوكي انا اخذ عليه طلب، حتى اقدر اشتري من فلوس العملاء مو من فلوسي. صحيح. يعني بطريقه وايد ذكيه وايد حلوه. ف يعني لا حد يقول ما في فرص وما في افكار، لا الافكار موجوده، بس انت بس ابحث، يعني انت اسعى. ما شاء الله ترى شبابنا هاشم يعني خلاقين صراحه. أي. مبدعين وما يعوقهم شيء. أي. فتشوفونهم يدخلون في كل مجال ويتفننون فيه صراحه. تبارك الله. صراحه السؤال مهني، السؤال ان احنا ندري هناك قطاعات تدعم. إنزين، هل هناك أشخاص معينين من الممكن أن يساعدون الشباب في مشاريعهم خلال فترة الصيف، كأن يكونوا وجهاء، سياسيين، اقتصاديين؟ الدعم هذا شبابنا قاعدين يحصلونه من الناس الكبيرة في البلد، خلينا نقول. إيه، أنا أقول إن إذا أنا مثلاً خلينا نقول إذا رحت حق أبوي قلت له أبي 1000 دينار، حق شنو؟ بس أبي 1000 دينار، ما راح يعطيني. صح؟ صحيح. أمن إذا رحت له وقلت له أنا أبي 1000 دينار، هذه 1000 أنا راح أروح هالمكان، راح أخذ هالدورة، راح أسوي كذي، في عندي خطة. صح ولا لا؟ صحيح. فما في أي أحد راح يرفض أن يدعمني بهذه الشغلة. فأنا أقول أن أي شخص ممكن يدعمني إذا أنا كان عندي خطة واضحة شلون هذه 1000 راح أستثمرها وراح أخليها تصير 2000. أيوه. 1000 كردها والألف الثاني حقي. حكي. يعني وأنا هذه احنا درسنا فترة برا وكنا محتاجين نسوي تجمعات حق الطلاب، واحنا يعني معاشاتنا على قدنا ايام يعني معاشات طلاب. فاحنا برا طلبنا من
يعني اصحاب ايادي خضراء مثل ما يقولون، طلبنا منهم وحطينا لهم خطه ان الفلوس اللي بتعطونا اياها راح نسوي كذي راح نسوي كذي، هذا التكلفه. فاللي دعمونا ويعني ترموا لي والله اثرياء وايد، بس يعني كانوا حابين يساعدون. ايه انه يعني احليلهم يبون يتجمعون وكنا بنسوي مناسبه حق مناسبه العيد الوطني يعني زين، فيعني ضربنا على الوتر الحساس زين. فانا اعتقد ان اي احد يقدر يساعد اذا كان الشخص عنده خطه واضحه. ما شاء الله. اي ويكون في مردود مالي ملموس. إيه يعني إيه. على الاقل واحد يشوف مثلا انا حطيت ال1000 ولا ال2000 ومردودي بيرجع شيء، اوكي انا اسلمك المبلغ وامشي معاك بخطتك. تكلمتي مساء استاذ اسيا عن المشاريع اللي ممكن الواحد يتجه لها كطلبة في الصيف. احنا قاعد نقول الصيف وشتاء ووقت الدراسة وغيرها، هل هناك مشاريع موسمية متعلقة في موسم معين مثلا بالصيف بس وقت الفرق، أو أن المشاريع قائمة؟ مثلا أنا بديت في الصيف أوقف بعد ما أخلص إجازتي، ولا استمر في إنجازي ومشروعي اللي قاعد يدر علي مبالغ معينة؟ أي هو المشاريع تنقسم إلى نوعين مثل ما قلتي، ما في مشاريع دائمة وأنا ما أفضلها حق الناس الصغار أو اللي ما عندهم طولة بال، أو يعني ترى مو الكل ينفع يكون مبادر. أنا دائما أقول لهم الكل ينفع يصير طبيب؟ لا. الكل ينفع يصير مهندس؟ لا. فمو الكل ينفع يصير مبادر، فيمكن عنده تركيز قليل أو طولة بال قليلة موسمية. فإذا أنا طالب وعندي فترة الصيف بس الفترة الوحيدة اللي أقدر أستثمر فيها، فالمشاريع الموسمية هي أنجح خيار. وأنا ممكن ترى يعني هو الحلو أن أنا أدور الناس وين موجودة فترة الصيف، مثلا بالشاليهات أنا أجيب لي مثل فود تراك، سيارة الوالدة، أفتح الدبة أحط لي تانز، كريمات تانينج، عصاير. يعني ترى الأفكار ما شاء الله بعدهم أشطر منه. هو مو مهم الفكرة، هو المهم شلون أخلي الفكرة هذه تطلع الفلوس. صحيح. نبي ننتقل حق موضوع جدا جميل. ذيك اليوم لفت انتباهي هذه سالفة حقيقية من أرض الواقع. دشيت إلى أحد مواقع التواصل الاجتماعي أبي أطلب حلو حق الزوارة. حلو. طلبت حلو والحلو فاق توقعاتي بدرجة خيالية. فطلبت منه الزوارة اللي بعدها وطلبت منه الزوارة اللي بعدها، لين دخلت علي صاحبة البزنس وقالت لي أنت فلان مثلا أو أنت اللي قاعد تطلب منه أو أن هذا مشكور على دعمك مشكور. قلت لها لا أختي حق واجب، الحالة مالكم طيب. كان تقول لي أنا عمري 15 سنة. صغيرة. فأنا هني صدمت بطريقة إيجابية أن بنية عمرها 15 سنة عندها بزنس هوم بزنس، أنها بزنس حق الحلا أو غيره أو كذي، وتبارك الله أنا قاعد تستقطب شريحة كبيرة من المستهلكين أو غيره. اليوم البنية أو الفتاة تقدر تستخدم الفاسيليتيز اللي موجودة عندها بالبيت عشان تدعم خلينا نقول بزنسها أو مشروعها أستاذة آسيا؟ طبعا. يعني إحنا أول مثلا إذا أنا بالسبعينات أبي أفتح مشروع زين، شلون اخذ احصل القيمه الماديه؟ يعني ما كنت اقدر اطرش لينك، الحين وايد سهل ان انا اطرش لينك. صحيح. من غير ما اشوف الشخص حتى. انزين بالسبعينات انا ما اقدر ان انا اعرض شغلي الا اذا كان عندي محل. صحيح. الحين اعرض شغلي بالسوشيال ميديا من صحيح. غير محل اصلا. انا اقول لهم اذا يعني سوري يعني يمكن من اغبى الطرق ان انا افتح محل. الحين ابعد عن المحلات، اوخر عن المحلات. كاهم اعظم البزنسات امازون، علي بابا، شي ان، فوغا كلوز، كلهم يسمونهم مثل ما قلت اي كوميرس، من غير محلات. التكاليف منخفضه وتعطيني قنوات ان انا اقدر افتح يعني اسوي بوب اب في اكثر من مكان، ما اكون ملزوم بتكاليف. فلا بالعكس، الحين العصر الذهبي حق اي احد يبي يفتح مشروع. لا ويفتح الصيف ويسكره، يريد يفتح الشتاء ويسكره على المزاج مثل ما يقولون. على الفراغه. اي يعني هذه الأمور تحتاج إلى مسؤولية كذلك. صحيح. مثل ما قلتي في ناس ما عندها طولة بال لا. أنها تمسك مشروع وتستمر فيه. يمكن تمل، يمكن المسؤولية تصير كبيرة عليها. اللقاء معك جميل حبيب. وفي طاقة إيجابية وايد حلوة وتعطي الواحد حماس أن الحين بيروح يفتح له مشروع بأي طريقة كانت. وأنا أسوي لكم التسفير. خلاص. الله يحفظك. إيه بعد ما يبي للعيمات على الحاجب ما نستغنى عنك. أكيد والله ما نستغنى. كل ما حابة تقولينها من خلال هذا اللقاء الجميل، وخاصة طلبتنا اللي منهم عطل واللي منهم على أبواب
الأبواب ومشارف العطلة. أحب أقول استثمروا في وقتكم، تعلموا الخطط الصح عشان الفكرة البسيطة اللي في بالكم تتعلمون شلون تحولونها إلى مشروع يدر فلوس. إحنا ما شاء الله الكويتين وايد عندنا مواهب، يعني شيء مو طبيعي وأفكار وايد حلوة، وهو مو مهم الفكرة، هو المهم شلون تطلع منها فلوس. صحيح. فاستثمروا في وقتكم، دخلوا معسكرات أعمال، تعلموا خطط، تعلموا تسويق عشان تطلعون بيزات حلوين. حلوة البيزات، تعطي طعم خاص، خاصة إذا الواحد تعب فيها، غير لما تجي على الجاهز. فشكرا لوجودك معنا أستاذة آسيا رصعيليك، استشارية تسويق ومبيعات وسيدة أعمال كويتية ومؤسس لنادي خاص سيدات الأعمال والمهنيات، ونورتينا في صباح الخير. أهلا وسهلا، الله يحفظك. بس قبل أن ننتقل حق الفقرة الجاية، أنا أبي أخذ كلمة ووعد من أستاذة آسيا، نبي النادي مالكم ناخذه، بس إن شاء الله في حلقة قادمة نتكلم عن النادي هذا وشلون المهنيات وصاحبات الأعمال ورائدات الأعمال وهذا، ويكون لقاء مختص بنون النسوة الكويتية. وعد من عيوني. الله يحفظك، مشكورة أستاذة آسيا. اليوم فقرتنا عن تأثير الأجهزة الإلكترونية على الأفراد بشكل عام، راح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع وشلون نحافظ على عيوننا لما نستخدم الأجهزة الإلكترونية مع الدكتور عمر الدويلة، اختصاصي جراحة القرنية والماء الأبيض وجراحات تصحيح النظر. تفاصيل أكثر تابعوها معنا في هذه الفقرة.